السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله. من الأيام اللي يكثر فيها الحلال اللي هو يوم السبت. يوم السبت يعتبر يوم عالمي في مدينة الأنعام من ناحية الإبل والغنم. يكثر الحلال يكثر العرض. الله يحييكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا إله إلا الله. هذا رأي واحد كذا على كلام حليب، وهذا ب 8000 ريال. ذا 8000 ريال شوي بشوي. ما شاء الله عليكم. بدي بدري ما شاء الله. ما شاء الله. هذا السبت زحمة. السبت يبدون بدري. ثمانية واربعمية تم البيع. ثمانية واربعمية بيع الطيب الفاخر. ثمانية واربعمية. صافي له. شو عليك؟ شو رقم صافي؟
والله رفع عمي دقه نصيب يا ابغى تبرد راحت الجمهور يلا عطنا الحيران ذي الله ربحوا يربح الله ربحوا ما بي لو قعود ما بيعناه ابو حاكم هذا ابو حاكم ما هو بلي لا والله ابو حاكم الله ربحوا يا مسلم نصيب من هو منو عليه هو عليك انت يا رجل انا سجل ابو خالد الله ربع بسبعة وخمس لا تداري الله يرزق الله يرزق الله يرزق الله يبارك الله يبارك فيسلم يا ولد اسمعي طيب كيف الحال؟ مساك طيب؟ بشير عنك؟
تبشر سعد تبشر. هذول يا ابو خالد تعال. انا اعلامي واخر انا اعلامي. على سبعه على سبعه. كم العدد؟ كم العدد؟ ثلاثه ثلاثه. العدد على الثلاثه كله قعدان. قعدان كله علم زبونك. على سبعه اي سبعه على 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 على ثمان 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 على على ثمان 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 وخمسة الواحد على ثمانية ثمانية وخمس ما شاء الله ثلاث قعدان وفاخر بيعت على 8000 8500 على 8500 الواحد قعدان كله اوزان يا مجدي هذا يجي 170 180 160 170 هذا 60 وجاي ما شاء الله لكن اعتبار جميع على 60 65 160 65 الى بعد الذبح تقريبا يجي 160 بعد الذبح تقريبا بيعا على 8500 مجدي هذا من سامو ذا من سامو هذا 55 مجدي هذا 55 كم يجي وزنه كم بيع 7000 ريال 7000 وذولي هذول ياكلون يجيب ربيع ب 7000 على طارق 7000 6000 يا عمي انا على خمس 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 سبعمية
9,000 لحم ولا يجيب لحم مرتاح ناظر مغلف بس 9,000 والله ما ادري هذا دلاله عندك يا طيب ما خلى شيء من الطيب من الشحن ما شاء الله مليان مغسل 10,000 ريال الله يبارك ما شاء الله ثاني ثاني اولى و 9000 الى 9.5 قيمته لا 10,000 هذا جاب الحلال ذاك كله ما شاء الله الله يبارك له الله يبارك له كله الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يطرح البركه خمسين ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة بخمس هالمرة وش عليه أبو سبعة وخمس سبعة وخمس سبعة وخمس سبعة وخمس
تمسك بريك. لا لا ما قال يا جماعه حطيته فيا صويا اربع مواد سلام الله يرحم خمس سلام خمس سلام خمس سلام خمس سلام خمس سلام خمس سلام قلب ستة معاوض كله طيب شو صحك طيب الله يسلمك ست سلام ابو شريده ابو فهد ابو فهد شلونك طيب وراك مع هلا ابو احمد صبح بالخير يا هلا 6000 ريال على 6 على 6 واحد ب 6 ايهن اي زين لباني ذا هذا زين زين كم يسام يا ابو احمد ذا كم يسام هذا ب 5000 يسام ما شاء الله ايه الماء مشروب يا عم كم يجي وزنه يجي 75 80 ها لطق كم حد راعي ما حد والله يا ابو لا وقفنا بنبيع شير بو خلاص يا خالد 7000 هلا والله 7000 7000 ريال جذعه 7000 ريال ما شاء الله 7000 ريال يا هلا بك يا هلا 7000 ريال وينك ابو وزان خصوم عليك وين انت امس قبل امس موجود ما غير ما شاء الله على كم بيع ذول ياسر انا بخاط شاريها انا ذا ب 7400 قعود اصبر اصبر باقي واحد يلا سم سم بعت الانياق ذول واحده اثنتين ثلاث اي على كم على 4400 على 4400 الله الله يا ياسر السوق الناقة عزيزة بشكل الحمد لله على 400 وهذا ثمن ودلع متى التيس متى خلفه متى التيس يا فهد
شوف الرجال اذا صار بيجي قدام الكاميرا. يلا هذا الاول. يلا يا فهد معنا ذا يا فهد. ايه اجل سمعنا تكفى سمعنا خليك الجاي. شوف احنا المسموع الجاي هذا الحين يسمع وين راح محمد. شوف ذي ابو خالد الناقب 6 و300 ناقب. لا اله الا الله ب 6 و300 ذي طيبه والله. الله الله وذولي على 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 3 و700 ثمن و300 3 و700 والله الله. والاعدال الاثنين ذي تشوفها على 7 و200 ما شاء الله على 7 و200 هلا سعود يا مرحبا. هلا والله يا هلا والله. هلا والله ابو سعود شلونك؟ عساك طيب شلون صحك؟ عساك طيب طيب يا ابو سعود. سبع بكار سامع على 6800 ريال بكار كلهم كلش بكره لحم ولحم وزين الحم هذول. على كم؟ على 6800. على 6800 كم عددهم؟ واحده اثنتين ثلاثة أربعة خمس ست سبع سبع شغالة عايش بالحيران على ستة على 6009 6009 هذا 6200 وهذا ب 6200 5300 والحوار الحوار ما بشيء 5350 أحوال 5600 وهذا ب 5600 الله يوفقك الله يجزاك خير. كفو يا فهد كفو ما شاء الله. ها مي بالبيع؟ هذا من الجيش الاول. ها هذا من الجيش الاول. ما تشوف ما امنا بالله وراه ما تشوف. لا حول ولا قوه. اي والله ما تشوف من اذباب ترى من اذباب 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 هو اللي يعمي عيون ان شاء الله. هذا من الجيش الاول. اي والله من جيش عقيل. هذا من جيش عقيل عجيب. اي والله هذا انت من حبيب احفاد عقيل. ايه ما شاء الله عليك. جيش عقيل يا ولد. ايه دوره هلك قبل الليل. اي والله دوره هلك. قلت اسال امه هذا قلت اسال المدينه ما قلت يومين ما شاء الله. راح يهجن ابو بعد الشديده راح يهجن بس ما تشوف يا حول. هاي لون يا حبي وهلا ادمي يا جماعه احبها. يا حبي يقول هذه سواكن جد يقول على 630 بيع 25 بيع على 630 يقول في العام 50 الله يبارك لك ما شاء الله. الساكنيه المستورد كثير عندنا لا من البل ولا من الـ 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 الغنم. يقولون على كم؟ على كم؟ 560 50 راس يسامن على 500 على 560 سواكن جديدة يا عيال جديدة تو جاية ذي. لا إله إلا الله الحليم العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. مضاريع يا ابو خالد شرط مضاريع على السونار. نعم. على كم؟ على السوم على 1220 1220 يقول شرط مضاريع شرط سونار. ترى المضرع فرق عن الدافع. المضرع تصير باول الاشهر توه. اي نعم. اي باول الحمل هذه المضرع والدافع لا تصير باخر الاشهر يعني حول اولاد. هذه معنى المضرع على 1220 يا عيال. على 1220 1220 مضاريع. المضاريع تو باول اشهر يعني شهر شهر شهرين ثلاثة. 1220 وش 1220؟ هلا ابو خالد. هلا ابو خوي. وش هالاشياء ذولي؟ هلا وسهلا. اي لفقة هنا وش اشياء دفيع مضاريع شرط كلهم ما عدا 10. ايه؟ العدد 52 و 51 وكم يسامن؟ 1220 1220 السوم 1220 والعدد كم قلت لي؟ 52 و 51 يكون مضاريع ما عدا 10. لا اله الا الله. انظر الساكني كثير الساكني عندنا اليوم. لا اله الا الله. والمعزه هذه كم وصلت؟ وينها والمعزه ذي كم وصلت؟ هذه ولد وش يقول؟ 1006 اصبر زعلان دقيقه يا ولد. اصبر هلا والله بسليمان الله يستر. زعل السوق رضي زعلان 1200 كم اصلا؟ 1660 السوق مرضي زعلان ما في 11 مع 15 ان شاء الله.
يقول بعيد عن السومه ذي ولا لي حول. الله يرزقك، الله يرزقك. هلا بالشيخ، شلونك؟ عساك طيب؟ الله يسلمك، شلونكم طيبين؟ خير ابو خالد، الله تمر بشيء. ابد سلام، وين مثنى؟ مبطين عنه. مثنى طاح بالنوم. ها ما ينفع النوم. لا اله الا الله، والله شيء نشيط. والساكن كبير، والساكن شاب. ها؟ شاب اي والله. والله شاب هالايام. هم تنظيم السوق هالمرة حلوة بلا. ما شري ليه؟ هم يبتلون كذا والله حلوة. والله نزيل. تنظيم السوق الله يجزاهم خير إدارة السوق. كم الساكن يا أبو هاني؟ ما في مالك. جدعان. ثنيان مرابي ها؟ مرابي. ثنيان مرابي. وهذه وش الشيء؟ وذولي؟ هذه ما سدس وربع ما في. سدس وربع ما في. يلا يا ولد، يلا يا عيال. هلا ابو عبد الله، شلونك طيب؟ يا هلا والله مسا، شلونك؟ تحياتي لام صالح. شلونك طيب؟ شلونك؟ شلونك؟ شلون سوقكم اليوم؟ شو الاخبار؟ عسى الله يعين، الله يجزاك خير. ما شاء الله، الله امين، الله يرزق الجميع. الله يرزق اليوم، مو بغالي. الله يرزق الجميع. خالد معي. شوف الغنم ذي، شو العلوم بخالد؟ والله نبي نعمه، الله يسلمك. شوف هذيك تسامل 220، شوف الجنوبيات ذي. كم تسامل الجنوبيات؟ بس. نسيمة الجنوبيات. الله يطرح البركة ويرزق الجميع. لا إله إلا الله، ما شاء الله. السبت هو ذروة السوق، يعني أكثر العرض. والله يحييكم جميعا، والله يرزق الجميع. لا إله إلا الله، ربي ورب كل شيء وملكه، ما شاء الله تبارك. 1920 مضاريع. العدد العدد يا ابو ابراهيم 55 55 عدد الامهات وعيال 36 1920 السوق ما شاء الله 14 حري هذا حري العدد 55 معاها بهالثلاثين الحري مبروك وكل هالناس هبوا له الحري 1920 اقول الحري مبروك كل الناس هبوا له الله يمدحنا يقول ينتاج ما هو بسيط ها بنجرب الله يطرح البركه لكن ترى يجي انواع يجي نوع جرم طيب ويجي جرم ناقل فئاتهن اي ولا هاي سريع انتاج والحري يا ولد ها الله يرزق الجميع ان شاء الله الله يرزق الجميع لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله ابشر يلا حيه شلونك طيب يا هلا بخو يا هلا يا هلا والله بنعمه عظيمه الله يسلمك يا هلا والله ما لا اله الا الله يا ربي عفوك عافيك يا حي يا غيور يا هلا يا هلا والله بمشاري يا هلا بأهل سدير كلهم شلونكم طيبين سلم. من السوق منور اترككم جايين يا هلا يا هلا والله ما سهل شلونكم يا اهل سدير طيب يا طيبين شلون اهل سدير يلا حي شفارك طيب يلا حيهم شلون الوالده نبي نسير عليكم الوالده شلونه طيبه الله يحييكم يا هلا والله شلون الاسواق عاد ابو مشاري يعطينا برنت دايم ما شاء الله يقارن بين سوقنا وسوق الحفر ابو مشاري يقول وجهه على مجنوي هذا اللي يقوله ها الأول. واللحم اللحم والله مهدي يا ابو غالي ها الله يرزقك اللي بيدني هالسنه هو اللي بيربح الله يبارك المسلمين ها اي والله عاد نمسك حلالنا ما نبيعه امسك امسك والله لو كبوا لي الدراهم ببيع لا لا تبيع كب الدراهم اي والله امك يعوض عوضينك ابو شاري الله يوفقك اجل اللحم يوقفوه ما يربطون والله الربط مشترى غالي الصغير اللي هذه كبره بالفتلات 1004 1004 شيء غالي ولا بشيء طيب شلون نبيع؟ انت احسب كل شهر 100 ريال تزيه كل شهر وصل 2000 ياكل ب 100 في الشهر طيب وصل 2000 للضحيه اي اشري مثلا ابي لرمضان ابي لرمضان حتى لرمضان رمضان بيصال 1700 طيب ها اي والله وين تبي؟ صح المزنوي افودا الوجه المزنوي ان شاء الله لا مزبله
والخير نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي والله لكن هذا رخيصه بعد لكن مزنا ونعيم ولا نمعزه ولا والله كلنا حري كلنا وتوجهه. بس انا بالنسبه لي انا اقول الحري اوجه الحري واسرع انتاج واسرع انتاج واسرع انتاج وابرك وبين وبينك زين حتى فكله صحيح صدقت والله. صدقت لكن يعني مناعته ما ندري عنه الحري صعبه هنا واللي نعزها والله نجديه هي صعبه والله اي والله كذب. كم تسام كم سوم؟ كم 2310 ريال 210 وين؟ عيال هذول هذا واحد واحد 2310 وذولي هذول من حالهن معها اثنين يعني ايوه ها؟ 350 يقول 60 كم تسام الحين؟ 2000 2360 معها اثنين واثنين موبله اثنين بزوره هذا حلين ولد هو ولا ما في ولد ما في بلد كله بنت هذا يا لا ما يعني جفار لا هذا هذا امه هذا امه هذا ولد كثير بزوره هذا يمه هذا بس يمسك ماما ديد ولا ما هي هي هذا اثنين اثنين وين 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 حقه هو هذا احمر احمري والثاني ثاني هذا فيه 2360 يلا 2360 سام الله يطرح البركه ويرزق الجميع مع اثنين لا ما هنا اربعه شوف الحري يجي حري نجروم مرتفع ويجي بعده ارفع من هذه والناس وجهته حري 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 لا اله الا الله سريع انتاجه يا جماعه الحري سريع انتاجه الميزه مو سريع سريع انتاجه وين يا ابو عبد الله وراك يا خيم خلينا الغنم وراك انت رحت للبل وخليت الغنم انه هدا غير وطلقنا خمر ويلي ما شاء الله شلونك طيب طيب والله وين عليك يا عبد الله بالحيل الله يغليك عن مولاك الله يجزاك الجن اللهم امين اللهم امين ان شاء الله ونول لك اللهم امين الله يجزاك خير ابو عبد الله تمام لا يا هلا ابشر 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 ابد سلامك الله يجزاك الجن ابو عبد الله لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله سام هلا والله ابو خالد يلا حي شلونك هلا والله شلون صحك صحك طيب شلون صحك طيب ترى مسمي لك عديل من الحي يصير مثلك عديل كم سامن على 510 مضريع ولا حي مضريع يقول رعي وانا بعك شيء على 510 المعزه ذي على 510 ومعهم حلين معهم فحلين جنوبيات على 510 على 510 ما شاء الله ما شاء الله الله يطرح البركة لا إله إلا الله هلا والله شلونك سلم لي على أيمن تكفى والله بنعمة الله يسلمك يجزاك خير هلا والله أبو كريم وشن ما جابوا راشد الأسبوع ذا ما شفته كله ها أي والله شلونك بسم الله وراك أنت علينا الله يهديك أهلنا يبونا يا هلا يا هلا يا هلا وين ما جاء ها وشريت انت ايه كم سنه كم سنه ما ادري ما في مستر يذبح البرد يا ابو كريم يذبح البرد ما يبي البرد ابد هو انا مستغرب يعني هالحجم صغير ايه يجيبوني يجيبوني ساكني باحجامه كله جاء كله ساكني كب والله يرزق الجميع إدارة السوق الله يجزاهم خير وبيض وجيههم على تنظيم الساحة اليوم الله يجزاهم خير ما شاء الله تبارك الرحمن هلا والله برويلي يلا حيو شلونك طيب الله يسلمك خالد بعت اليوم أمنا بالله أفا لا الخميس ولا السبت ما بعت بعنا طال عمرك وانا مشيها ولا خمس اي الحمد لله نعمة 2300 نعمة الحمد لله وقلت احسبه اللي شرى احسبه عطاه 6500 اي بقى عندك في السراء ها ولا اعرف ولا ادري وين لا يجي يجي والله ما ادري يجي راح السعي جمع شهر ها شهرين لا يجي يجي ان شاء الله يجي ما ودي اضحك حللا يا ابو خالد ابو خالد حللا ما تعرف شكله لو تشوفوه ها لا يجي 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 خلينا نشوف النجد كم وصل هو الحساب حتى هو ها هو الحساب اعطاك 5000 يجي 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 6000
كم تسام؟ ما شاء الله. على 1008 يقول سام. جدعان. لا إله إلا الله. ما شاء الله. كم وصل حري يا رجل؟ يلا حي صبح بالخير. شلونك؟ كم وصل البهم ذا؟ الحري على 230 والنجي على 280. ما شاء الله. 230 والنجي 280. ما شاء الله. الله يرزق الجميع. ما شاء الله. يا رجل. كم وصل؟ يا الطيب. يا الطيب 680. 1680. 1680. ما شاء الله. 1680 ترى بيبيع. 1680. هذا بهم تقريبا عمره 3 شهور وشوي. كم وصل بكرايه؟ 1340. كم رخل وكم خروف؟ 3 طليان. 1340 بين 4 رخال. 1340 بهم. هذا هو هم هذا اللي يربطونه للمواسم للضحيه ورمضان. هلا بخو يلا حي. شلونك؟ طيب الله يسلمك. يا هلا يا هلا بخو. 1340 والله يا اخي. لا حاسب موضوع ثاني. يقول 1340. ها هلا بخو يلا حي. شلونك؟ طيب. كم عمره البهم؟ كم بهرفن؟ 1350 وصل السوق. 1350 أربعة أرخام. ما شاء الله. واحد يسام 2000 والثاني 1006. ما شاء الله ما شاء الله. مشاريع فخور. واحد 1006 وذا يسام 2000. طيب اللي بيفحله حلو قوي. يقول سام 2000 وكسور هذا. والثاني 1006. ما شاء الله ما شاء الله. راعي بالسيارة. يقول هذا سام فوق 2000 وذاك 1006. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ألف وأربعمائة وخمسين السوم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرزق الجميع. 1750 المعزة كل واحدة مع واحد. ما شاء الله. الله يطلع البركة. ونجد على كم بيعاً؟ بيعنا على 1750. ما شاء الله. الله يطرح لك البركة. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما شاء الله. والمعزة روم وسلم. روم وسلم. لا واحد ينفع. وحليب انت ذي. ايه ما شاء الله زين. حليب ما شاء الله. ما شاء الله. على 1750 كل واحدة مع واحد. حبة ولا حبتين؟ على حبة. 1510 يسامن هالحريات كلها خرفان. كم عمارة يا عم؟ جدعان. اي كم؟ 6 شهور 7 شهور. 1500 1510. ما شاء الله. 1510 الحريات السوم جملة. الله يطرح البركة. لا إله إلا الله. كم يساهم ألف حل؟ خلها بعشرة يا رأيه. ألف وثلاث؟ 110. الوالد ها؟ صباح الخير. يا هلا والله. صحمي. شلون السوق اليوم؟
السوق زين يا بشر. طيب. طيب يا بشر. الحمد لله. الحمد لله. كم يسأل بهم؟ على 1330 كله خروف. 1330. نعم كلش خروف. حري. حري والنعيم وكله. 1330 ريال. ما شاء الله. خروف صافي. ما شاء الله. خروف صافي 1330. ما شاء الله هذه تريلة ساكن. سوى نازلة. ساكن. وكذلك الساحة أغلب ساكني ساكني وبو برابر سواكن طبعا جديد ترى الساكني جديد في الحجم الصغير وفي حجم كبير على كم التفريد؟ كم؟ كم تفريد؟ كم؟ كم تفردون أنتم؟ ساكني جديد. ما شاء الله هذه غير ساكن. كذا. سوى نازلة. ما شاء الله. كل جدع. جديد. جديد. طيب والله طيب اللي عنده خلفه يجلب ولا يصبر والله يا اول شيء علمنا فيها تجيب محل ها الله يرزق المسلمين الله يرزق الجميع الله يرزق الجميع ان شاء الله 14 و6 هلا ابو اخوي هلا خالد ابن محمد انا 14 و5 ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك حد الهوى حد الخاطر حد يبيش 6 و4 ابو خالد حي شخبار هلا والله احد شاف 6 و4 يا رعيه احنا ب 6 صافي اربح انت قنع قنع تسوي تقريبا اربح امس شيء قنع اربح اللي عندك مو مستعد تبص حراج اربح ابيع ولا لا يا رب اربح السالح تستلم الناقي 6 و4 سجل عندنا غيره عندنا غيره عندنا غيره يا ولد سالفيه يلا جبنا الناس بالتليفون شلونك محمد
تبارك طيب تنصحك عساك طيب الله يسلمك كلهم جميع الحين شريت على 95 جميع ربي يرزق رزقك مني شريت ها الحين شوف هو انت بدي على 9 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 على
اجيب ام رحمه بيع ب 40 50 هذه والله ما عندي لو خير الاخر وزن اللون وزن الشكل خذاه لا يمكن التحليق دمي على الشوم على الشوم 95 ان شاء الله ما ترد شريت انت يا اخي اشتري على 95 تعال 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 95 هاي 950 حالة جميع 6 جميع على 9 على 5 الحقي ب 5 الحالة اشتري على 5 خلي على 5 زين هلا 6 7 8 9 10 10 10 100 100 قلب 7 قلب 7 10 قلب 7 قلب 10 شريت شريت عشر وسبعة ذي سبعة تلاف سبعة تلاف سبعة خمس سبعة خمسة وخمسة سبعة ثري سبعة وخمس سبعة سجل هذه بثمانية وست على فرق وين ابو خالد على 60 ما شاء الله الله يبارك لك الله يبارك لك منو انت سجل عليك ناقب 60 لا على سكاكي ما عليك هذه عليك الحين 7 و9 حبيب تقرا ذر مره كلش فكها فكها خلي ترى مين ملاحظه تقول لي الحق واحد هل هذه 10000 تعال على 10000 10000 فك حبل بسرعه، فك حبل خلي بالك لا تطلع برا بسرعه. 21.5 مو يزيد. شهر 8 قبلها سنتين. سنتين يقول خليهم يفكونا. هذه بيع 60 تو. اي. ابو ياسر السكاك. الواضحه. الواضحه هي اللي بالشبك. شاري ابو ياسر ب 60000 ثمن ودرهم. ما شاء الله. يلا يا ابو خالد. عساك تجينا مبكر. ما شاء الله. هلا بلعم شلونك عساك طيب يلا حيو يا هلا بك يا هلا ايش تبي موصيين الرياجيل لك يقولون بيجيك الرجال سم ابي طال عمرك اللي يصير عدالي شباب والزوري يصير طالع مو بلا برد خابر خابر تبي عشان الحبل يجي من تحت تبي ثواني اي ابي انا ما له برق يسفع عليها السافي تبي الزقم ابشر بسعدين تدح معهم شمو عطهم بس ابي 5000 ريال يربون ولزومك مقضي لا مني كملت لك ب 30 ب 20 ب 25 ما حد لي يطلعون قيمته اللي يطلع اقول لك هذا حقك وتعال استلم حلالك وحول باقي درهم عاد خل انا بتحرك انا اعطيك متى اجي بس بشيل واعطيك الدرهم وكل الله وكل ابي سبع 70000 كم العدد؟ بس لو تعال اسال بس ثواني اي هذا مكلمين انه حقين الثواني قالوا تسهل الرجال ثلاث مجاهين صالح اكتب ثلاث مجاهين بس مين مجاهين سرعتك فلين روح مجاهين شوهب خابر تبي دلم دلم سود دلم مر اي سود مثل تعرف عيونه مثل الليل اي والثانيات ابيها شعر قلت قدرنا نجيب لكم شقح وعيو تبي شعل ثلاث أربع شعل ثلاث مجاهيب هذا حق الثواني يا صالح اكتب رقم جواله الله يطول عمره انزل مقطع وتهمي انزل مقطع هو ياسني اي ما شاء الله يستاهل ما شاء الله شوف لي سنتين صالح سجل كل اللي يبي رجال ذا خذ منه عربون اللي يعطيك اللي يعطيك عربون تراهم مكلمين انا اللجنه
اعطوه له يبدا بش الاسبوع انا جهزهن. هذه بيعت ب60,000 ما شاء الله، الله يبارك لهم. لا اله الا الله، الله يطرح البركه ويرزق الجميع. 60,000 ما شاء الله، الله يرزق الجميع ان شاء الله. على 4 8 كارول قعدان 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 الله الله على 4 8 على 4 8 يا الحليمان 150 على 450 هلا بخويا، هلا والله صار ما شاء الله يا مجدي ما شاء الله، الله يبارك، الله يطرح البركة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قعود 11 قعود ما فيها بكار. ايه تم البيع على 6600 الواحد، على 6000 على 6600 و600 الواحد. والعدد كم قلت لي؟ العدد 11 كله قعدان على 6600. العدد 11 اليوم السبت 18 5 18 5 45. العدد العدد 11 قعود 11 قعود ايه على 6600 بيعا، على 6600 العدد 11. الله يطرح البركة، الله يربي يبارك لك. اللهم امين. تم البيع ب 8400 ريال، 8400 ريال لحم. اي الله يبارك لك، تم البيع ان شاء الله. 2 و3 و4 1 1 2 3 4 اي على كم؟ تم البيع على 5900 كلش قعود، على 5000 مجدي على كم هالحيران ذي؟ لا اله الا الله، حيران على 6400 على 6400 حاشا بكرتين وواحد قعود، بكرتين وقعود واحد على 6400 لا اله الا الله. شفت شلون حيران؟ اعماره واوزانه يا مدري اعماره يمكن 5 شهور نادر، 5 شهور والله صغار. شلون؟ اعماره 5 شهور ها؟ 90 95 بعد الذبح 90 ساعد عليه، وهذا من 80 وجاء خذ على 6400 6400 وبكرتين وبكرتين. نعم ما شاء الله، هذا كلامك علي. نعم تقول لهم ها؟ الحوار اغلى. اي اجلب قلنا لكم قبل يمكن اسبوعين او اقل او اقل ها راجع الحيران اغلى من نعم نادر شوف على 6400 بكرتين وبعد لو قعدان كله يمكن على تزود شوي على 6400 بيع انا الله يبارك لك ما يتعدى ال 90 هذول ايه ترى الوزن سايد الوزن سايد ايه على 6400 على 6400 اللي شراه ملحمه الله يعوضه تاريخ اليوم السبت 18/5/1945 الله يرزقك ان شاء الله الله يرزقك ما شاء الله تبارك الله 3 حيران على 4710 على 4710 3 حيران قليلات شوي قليلات واللي شاريه يبي يربط يربطهم حيران وتزاود هم رعينا ملحمه على 4 على 4710 من الحرام على 4710 ثلاثة كلها قعدان قعدان حيران ضعاف شوي ذولي هذا ضعيف مره ما ابو شوي هذا ضعيف ذولي لا عليه كبر روس على 4710 4710 من الحراج يوم السبت 18/5/1445 ما شاء الله الله يسلمك يا مجدي الله يبيض وجهك ويجزاك خير الله يسلمك يا جماعه اللي عنده حيران يجلب على 4000 ناظرهم 400
على 4000 اصبر يا عم 4000 4000 4400 ريال الواحد ناظر عينك ما تغشك انت متابعين اللي عنده حوار يجلبه هو بس ما شاء الله هذا صغره ب 4000 4400 الواحد ب 8802 لا اله الا الله اللي عنده حوار يجلبه بس هذا ما السوق نشيط يقولون لو اللي حبه بذر نعم هذا ما السوق نشيط قلت لك هاك اليوم فاز الله انك قلت يوم يجينا المطر الاول ايه؟ الله لك الحمد الله يتبع له آمين. جانا السوق مرتفع وعقبه قلت لك ترى نزول في نزول بسيط ما بقصد ان السوق نازل نعم. بس اقصد نازل عن الارتفاع ايه لا اله الا الله هذا كم راح هذول على 6 وكم 6 على 6200 دول على ناظر على 6200 على 6200 لا اله الا الله البيع الله يرحمه الله يرزقك يا جميل حاشي طيب السوق قاعد على وجهك الله يرزقك انا دارك عجل يا ابو خالد الله يرزقك 7300 7300 سامع ابو اصفر وين في لا لا ما يدي طلب وري ابو خالد دول لا اله الا الله تعال هذه بكره وقعود يا ابو خالد ايش الحاله ايه حبيبي تم البيع بسبعه و700 ريال بسبعه و700 بكره ايه وقال بكره هذه البكره ايه؟ وقعود الحاله وطايح حاله بسته و700 لكن دون منه عمر ودون منه وزن ايه الله يبارك لك ما شاء الله الله يطول عمرك الله يطول عمرك اي بيع مش دولي لا ما يزن لا تجي روعته يا رجل ما تزوى ما تزوى روعته الصاد البيع وشنا له روعه يا ماجد والله لازم الروعه يا ابو خالد لابد اقول ما ترتع الا ذا ها هذا ما يرتع موت ميت قلبه والله ولي العلم ما يرتع الو البيع وشنا له روعه الو مو بالمقصد هم قروش بس يرتاح الواحد بدا يزاول بعض الناس لا والله ميت قلبه تسمع عندنا لا ما شاء الله تبارك الرحمن الآن خلصوا من اللحم ساحة اللحوم والله هذا هم يحرجون بعد توهم واتجهوا لساحة المزاني ثم بعدها الخلفات ومزايا 11 المنايح الحين هذا وقت أنا المنايح شلونك؟ طيب شريت منيحة شريت شيء؟ لا لا ها؟ مصين واحد اسمه بلي منيحة طيبة بالحيل ولا كبيرة ايه وبسبعة آلاف سبعة آلاف ولا تعدي 7000 سجل 13000 هذا ما يدري بالسوق ذا لا ما يدري بالسوق قلت بس خلاص اسوي استحصال لك اجل ها يمكن قالوا والله بس لقيت يا ابي حليب ومنيحة طيبة ها و7000 7000 تسدر بعد اي ترى لك قلت ترى مالك سعي يقول حق الرفسي قلت ترى ما ابي لك سعي لاني داري ما تمشي و500 منيحة كم؟ كم بيعت؟ 13 ضريبة الله بكرة ما شاء الله الله يبارك يقول على ضريبة 10 أيام الله يبارك لك الله يبارك لا إله إلا الله ما شاء الله لو 6000 هذه على بعير فنجان راح يقول وذي على الرمان على عبد العزيز بن سعد بن حايل هلا والله ما صيون هلا والله ما هذه بكره وهذه بكره هذه على بعير فنجان يلا عطى صوتين 6000
ستة ستة هذه من سامة دي هذه رمانية دي فكها فكها طلعت الحالة يلا ستة آلاف بمية بمية ستة آلاف بستة ومية ستة ومية يلا ستة وخمسة ستة ومية سبع تسع ستة ومية ستة ومية ستة وتسعمية ستة وتسع ستة وتسعمية ستة وتسع ستة وتسع ستة ومية سبعة سبعة آلاف سبعة آلاف سبعة آلاف ريال سبعة آلاف سبعة آلاف ستة ومية ستة ومية ستة ومية ستة ومية سبعة آلاف ستة ومية ستة ومية بمية يا جميل مية سبعة ومية ثلاث أربعة خمس ست سبعة وست سبعة وست سبعة وست سبعة وست سبعة آلاف وست سبعة وست هلا ابو مهنا شلونك عساك طيب يا متعب هلا كم ساعة 8:07 8:05 ولا 9 لا على 8:05 قفله والله اللي يشومها الحين رجع 8:05 ولدي تسام 8 هلا والله شلونك طيب الله يسلمك يا هلا والله 8000 ريال هذا انا تامه على ما قلت الطبخ شلونك طيب الله يبارك لكم قول امين الله يبارك لك صار ربك البركه تعال بسرعه ما انا بلزمك تعال طيب يلا مش تعال طيب شوف احضر هذا البيع يا سعود هذا جاي يركب كفو والله لا جاء الحين يجي يا ولد ركز علي ركز علي لا لا ما عليك يا رب ترند اليوم ربحوا يا رجل راح باع هذا البايع هذا الشاري ناظرهم هذا الباع الشاري والله بس احنا اللي تفشلنا معهم مسدد ذا تعال عدهن عد قدام الدراهم راح الدراهم راح تعال يا راك ناي فك الهوش يا ناي ايه ابدا طالع الدراهم خلاص عد يلا يلا تكفي في حلا شيء مرة أنا اللي شوف نايف خلك عند... معنا نايف والله ما عنده عد على بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا أبو محمد اي والله وجهك والله العظيم تستاهل كل الحمد لله تعال تعال بعدك درامك تستاهل أجيك تعال تعال أصغر وجلاب وشغال ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله هذا أبوه جاكل البيع وشر ذا ما شاء الله والشغل ذا ما شاء الله يصور لي يرسل لي الله يبارك له واعطيه الاسعار ويا شيخ شو اسمك وش اسمك عرف اسمك شو اسمك منعات منعات عاوهم خلص والنعم والله والنعم ما شاء الله هذا اصغر جلاب عندي وسلعته والله انه تطلع مثل ذا ما شاء الله رجل نظيف رجل صادق الله يبارك له ما شاء الله ما شاء الله حبيب الله يصلح ما اعطى والله ونعم والنعم والله على 7800 البكرتين الطيبات ذولي والقعود ذا على سبع ذمام ولا قيمة لحم على سبع ذمام على سبع ذمام على سبع ذمام يا متعب العلال يا محمد على سبع ذمام أبيع 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 صافي على ثماني صافي الا على ثماني صافي جمل الا على ما براتك سعي لك عندي حط كثر مرتين بس
بيعا على ثمانية صابي كلنا بعض كلمه اربعة استردهم اربعة اقول يا اقول يا اربعة هذا الشكوى الله هذا السوق ابو شكوى الله تبي تبيعون واحد من العاص صابي تبيعون كل واحد من صابي حتى بيها شريع سبعين على ثمانية صافي على ثمانية صافي اقعود وبكر قيب على ست على ست انا النظيفات وعندي مشروطات على هذا شر عطر نفسك عندي ابو يزيد متى ما طاب خاطرك العطر له على ثمانية ست على سبع هذه فدوة 12 و 5 مرة 12 و 5 على سبع على ثمان شلت على تسعة كلش سيفتي تشرين على ثمانية وثمان تتشرين مرة أبلك نضيب ثلاث بعد زود 200 خذها 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 لا يأخذ البكرة إيه يا بشاور تعال معناها على تسعة كلش كلها على تسعة كلش أربعة وسط على تسعة آلاف تربح انا عارف اني ابي صافي هذه الحين سامر معك 13 وتبي تزود دي تبي تكبر الزود تبي صافي شرط صافي انت تبي صافي هذين والله لا بيع والله لا اقول نصيب خلي عين والله لا اقول نصيب اقول نصيب والله ما ترد يربح سجل سجل يا كاتب على ابو سلطان العتيبي لا تاخذ عليه سعد السعي له احسب على 95 ما بينه ولا ريال كيف والله ابو يزيد ما بينه ولا ريال كيف والله لا تاخذ على سعد يا صالح هذا مثل ولدي مثل اخوي هذا ولدي والله انك عندي مثله وراك مثل غلط الله يجزاك خير لا تاخذ على سعد يا صالح سعي له الله يبيض وجهك الحق تعال 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 رفيع كم عمره؟ والله يمكن عمره 3 سنوات ما شاء الله لا اله الا الله عليك الله يبارك امين واحد لنا وكبر امين رد رد العيال جوك العيال هنا رد لهم بالحين ايش تقول ابو خالد شلون الاسواق اليوم؟ السوق طيب ولا؟ بدنا نسالك احنا نازل لا والله السوق طيب بالحين والزني بعد غالي يا سلام انك أيوة. نظيف تروح صحيح والله اي اي يرزقنا وياك الله يرزق الجو ويا ابونا الملايح بعد ملايح نشيطها ملايح ما بشك الحين وقتها ملايح غالي لانه شويه والطلب عليه كثير صدق من بعد ايام اللي عنده خلبه الحين مصغر جلبه الحين طيب ازيد اصلا منيح الحين خلبه واجد هذه عليه درهم الله يرزقنا الله عقب ايام 10 ايام اسبوعين ها لا كثرت الخلبات نزلت شوي ما فرق 4000 5000 صحيح الا ما شاء الله ومثل هالوقت الحين اهل حيران هل تشوف السوق طيب حيران على 7000 على 6500 وصار ما بعنا دول يومها شهرين وشوي ايه على 4400 السوق طيب بالحين ايه واليوم بالذات طيب السوق اي والله بشكل الحمد لله هلا والله هلا والله مجدي يا هلا يلا حيو يا مرحبا انا ودي اسال سؤال تفضل وراك تبدا بالحشو بدري لنا الزبون اغلب ما هو يجي يدور الحشو خاصة الحيران احنا نبدا على طلب السوق ما نجي نحرج على شيء زبونه ما هو بحاضر صح دائما الحاشي تشوف بعض الاوقات اللي هي قبل شهرين وثلاثه نحرج على الضعيف قبل السمين عشان الناس تشي تربي صح ولا لا؟ صح الحين لا ندور الحاشي الزين اللي زبونه حاضر وموجود علشان ايش اسمه يباع ياخذ قيمته
سيرته كامل ووافي ويباع. لا صار ما حضر رأس السلعة ما تروح القيمة حقه، سواء تسوى 4000 ما تجيب 4000، واللي تنافسون على المطية ذي ما حضر، عرفت ولا لا؟ إن حضروا وشفتهم اكتملوا، لا هم مو على السلعة ذي حولهم عليه على طول. على طول على طول عشان تاخذ حقه، لان هذول مثلا راعين النياق ارد لهم بالحشو ما لهم شف به، لكن لا شفتهم حاضرين حول بعض ها خلاص حرج على الناقه صاروا حاضرين، لا صرت شايف شيء من 70 عندي حاضرين حوله حوله ما بعيدين عنه اجمعهم علي على طول عشان تاخذ قيمته وافيه ونرد لهم كله. اهم شيء ترد له السلعه مثلا الناقه ترد له النياق كله، كذلك الحشوه الحيران ترد له الحيران، سواء تتصل عليه ولا تجيب ولا ترد له ولا تنتظر ما هم مشكلة، بس أهم شيء مثلا اللي يشرون زمول ترد لهم. نعم واللي يشرون أنياق كبار ايه صحيح. إذا هو معودنا على الجيد صحيح. ها ولا قال لي ردوا لي بس السلعة فلانية ايه. ترد له أزيل اللي كانت وأزيل حلال تأخذ قيمة صحيح تأخذ قيمة توافي ولا يلحق كانت شيء بإذن الله، لا يلحق شره ولا يلحق غيره بما أنك ما رديت له أو ما صارت القيمة اللي ثقة كاملة إن لا اجتمعت أو اجتمع زبون الناقة أو زبون الحمار جميع ثقة تامة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إنه تأخذ قيمة وافية مرة، بس إنه إيش رد لأهل السلعة جميع. أنت آخر واحد تصد تحتري شوي إنسانه يبي يجي معود ولا قايل لك رد لي به لو حق به، وكذا أنت تصير تطلع منه ورزقه على الله ورزقنا ورزقه على الله سبحانه. لكن رد له بس سلعة سواء يبي زامل سواء يبي نياق يبي حيران يبي حشو رد لهم به صحيح. وش اسمه والعميل أو الجلاب ها يبيع وراه خلاص رد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة هذا اللي وقفه كلهم رديت لهم وكلهم حضروه الله يربحه صحيح. وثقة تامة عيد وكرر إنها تأخذ قيمة القيمة وبيعته وافي وكامل بإذن الله. لكن تحديد السلعة شلون أدري اليوم هذه زادت ولا انقصت؟ حسب الطلب، بعض المرات ما عنده طلب يعني ارتفاع السوق ارتفاع اليوم. السوق ونزوله عرض وطلب عرض وطلب اليوم الناقة مثلا بهالكثر باسل بهالكثر ايه. ما هو بدليل صح ولا لا؟ صحيح. بعض المرات نرد لفلان وبرد لفلان يقول مالي شف باسل تلقاه ويجي يقول عندك نياق عندك كذا عنده وصات صح عرفت؟ صحيح. دائما رديت لهم تاخذ احنا ايش جايبين عليه اول واخير ان السلعه تاخذ خلاص الحمد لله الله يبيض وجهك جزاك خير شكرا لك يا هلا بخويا هلا بك الله يبيض وجهك ما شاء الله. هذه فيضة وش اسمه؟ الشفا اللحية. الشفا اللحية هذا المستوي كله ايه. هذا اللي الفايض واللي يصب على النبتية ما شاء الله ريحته انفل ما شاء الله تبارك الرحمن. اقول نعم انت بشكر الله جعلنا من الشاكرين ها؟ والله الحمد لله القصيم كله مربع ما شاء الله الحمد لله الحمد لله كل مكان تقول أزين من الثاني الله يجعل عطاهم في رضا الحمد لله تبع له ما شاء الله والله رحت يمين ورحت يسار ورحت كل مكان ما شاء الله ما شاء الله كل منطقه تقول وش هالزين ولا صورنا ترى من هو بوذا هذا المكان زين أزين من اليمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله لكن الجوالات تراهني يظلم ها اي والله التصوير يظلم ما شاء الله دايما. تبارك الرحمن وهذه جمال المنطقه انك خضار وعندك نفود اثويرات هذا نفود اثويرات هذا نفود اثويرات لكن الموقع هذا وش اسمه ذا هذا امتداد الشفا اللحيه اي امتداد المستوي المستوي اي بين الربعيه والنبتيه اي ما شاء الله